هلو غزلاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكون على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. قبل ما ندوزو الفيديو ما نكرهكمش تابوناو في القناه، و الا كنتي اول مره كتشوفي هذه القناه ما نكرهكش تابوناي، تخلي لايك وتخلي لي تعليق باش تشجعيني نحط فيديوهات جدادين. الفيديو ديال اليوم الكبدات، غادي كيف ما كتشوفوا خرجت، غادي مشيت تقضيت. اول حاجه مشيت خديت الماء حيت ما كان مازال عندي حتى ديال الماء في الدار، فمشيت شريت الماء. شريت شنو خاصني، مهم سورتو ملي كيكونوا معكم الوليدات فضروري ما كتمشي عوالة على حاجة او جوج، كتصدقي جاية بخمسة ديال الحاجات، كيشوفوا العصير خاصهم عصير، خاصهم لي شيبس، خاصهم هادي. مهم ما تقدرش تبقى تقول ديما لا 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 لا، فهادشي ما يمكنش سورتو الوليدات الصغار. فمشيت خديت داكشي اللي خاصني. بنتي كانت معايا، بنتي غير كتشوف لي شيبس كتموت على لي شيبس، كتحمق على لي شيبس. مشيت خديت لي لانجيت حيت كيخصوني ضروري في الدار لي لانجيت ديال وليدات الصغار، وخديت سوبالان ديال الطبله. خلاص انا عندي سوبالان كيتنكل، هاد الباكيه كدوز ما كدوش ليا 10 ايام. دخلت للدار دست باش نصوب الورقه ديال البسطيله البنات. هنايا خديت كاس ديال الماء درتو في المولينكس، خديت كاس ديال الطحين حتى هو درتو في المولينكس، خديت شويه ديال الملحه درتها في 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 في, في هذا المولينكس حتى هي، وخلطت كل شيء حتى تخلط ليا مزيان 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 داك الخليط. خليت الورقه على جنب ودست نصوب العقده ديال اللوز، حيت البريوات غنديرهم بالعقده ديال اللوز. هذا اللوز سلقته وفركته وخليته بات الليله كامله حتى نشف ما بقاش فيه كاع الماء. خديته طحنته، درت 600 غرام ديال اللوز مع 500 غرام ديال السكر سنيده، طحنتهم مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا حتى ولا معجن هكا بحال العجينه. خديت هنايا شويه ديال المسكه الحره اللي طحنتها، زدتها على داك اللوز، وخديت نقيطه ديال الروح ديال الزهر. فريمون درت نقيطه صغيره حيت مجهد بزاف 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 باش ما يعطيش داك المروريه للعقده، درت غير واحد نقيطه صغيره. هنايا زدت معلقه ديال الماء ديال الزهر، معلقه واحده اون كويغا سوب با بلوس، درت غير وحيده باش ما يجيش عاطي النكهه ديال الزهر ما تجيش غالبه على النكهه ديال اللوز. وهنايا خديت الزبده اللي ذوبتها حتى ولات اللون ديالها ماغون، خديت منها معلقه وواحد شويه، حاولت انني ما نهزش داك الكشكوشه البيضاء، هزيت غير الزبده، فريمون غير الزبده قويه هي اللي هزيت. درت معلقه وواحد شويه، يعني بحال غتقول معلقه ونص ديال الزبده. خلطت داك الخليط مزيان مزيان مزيان. من بعد ملي خلطته وجمعته قسمته على جوج ودرته في خنيشات، خليته يرتاح حيت هذا داك الساعة كان الصباح عندي، فخليته حتى العشيه عاد كنت عواله باش غادي نحرب لهم الدويرات صغيرين ونبدا نطوي في الورقه. حاجه اخرى البنات، تقدروا تخليو هاد العجينه هادي ديال اللوز تخليوها الليله كامله في الثلاجه حتى الغدا في الصباح، وعاد تبداو تصوبوا بها البريوات. وهنايا غادي ندوز نبدا نطيب في داك الورقه اللي داك العجينه اللي صوبتها معكم. هنايا درت داك الطنجره درت فيها الماء وحطيت عليها المقله ديال البغرير، وخديت البانسو وبقيت كندهن هذيك المقله. هي من الاحسن كون كانت شي بونجا ولا داك البانسو اللي كيكون مع الشعيرات غادي تجي حسن، انا ما عندي لا بونجا ولا داك البانسو، عندي غير بانسو هذا اون سيليكون به باش صايبت. المهم درت هذه الطريقه هذه حيت شفت بزاف ديال البنات كيديروها وصدقات معاهم، فقلت علاش لا ما نجربهاش حتى انا، سورتو انها طريقه سهله سهله بزاف وما فيهاش بزاف ديال التمارة. انا شحال هادي دي واحد 6 سنين كنت صوبت الورقه، كنت صوبتها على قاع الكوكوت، فريمون فيها تمارة بزاف، اون بلوس كتكحل الكوكوت بزاف ابخي خصك تغسليها وبلان شوز، فقلت علاش لا ما نجربش هاد الطريقه هادي اللي سهله سهله بزاف. فداكشي اللي درت، داكشي اللي كيف ما كتشوفوا درت المقله كنطيب الورقه كل وحده، مني كتبدا كتقلع من الجناب واحد كنشوفها كتقلع واحد سنتيم فحال هكاك، صافي كنبدا كنقلعها. ردوا البال حيتاش كتكون سخونه بزاف فريمون، تحرقت شحال من مره
صبعاني، كنحطها مع خوتها الاخرين، وكناخذ شويه ديال الزيت وكندهنها باش هكا ما تيبش ما تنشفش وتبدا تهرس ليا. وبقيت هكا حتى كملت داك العجينه اللي عندي كامله هنايا. وهذه هي الكارثه العظمى. ضربت التماره على الورقه، صوبتها وقطعتها على اساس باش نبدا نطوي في دوك البريوات. ساعه يا البنات ما صدقاتش ليا الورقه، مهم قلت خاصني ضروري نحطها لكم واخا ما صدقاتش. انا راه كيف ما كتعرفوني الحاجه كنقولها كانت صدقات او ما صدقاتش راه كنتشاركها معكم، ما غاديش نمسحها ونقول لا ما غاديش نحط الفيديو، لا بادو. قلت خاصني نحطها، يمكن بنات وحدين اخرين ياخذوا تجربه الله اعلم، مي بو موا ما صدقات ليش صراحه. الورقه في مره جاتني ما عرفت الغلط اللي درت شنو هو، بورتون درت كاع لي زانغريديون اللي كانوا مطلوبين، طيبتها بطريقه المطلوبه، ما عرفتش علاش جاتني. جربت شي وحيدات طويتهم وقليتهم، جاتني فريمون الورقه معجنه، ما جاتنيش كروستيونط، ما جاتنيش زوينه، فاضطريت انني نرميها وشريت ورقه واحده اخرى. فريمون تعصبت داك الوقيته حيت بقيت واقفه عليها في الكوزينه وكنطيب وتحرقت وشحال من حاجه، وفتالي ما صدقاتش ليا الورقه. كنت بغيت صافي بديت حربلت داك اللوز وبغيت باش نطويه وكل شيء، ساعه ما صدقاتش. وهنايا البنات مشيت شريت ورقه واحده اخرى، ورقه ديال الزنقه، هذه انا موالفه صراحه كنصوب بها البريوات دائما وكيصدقوا معايا، يعني غير بغيت نجرب. قلت هذيك الورقه ديال الدار كتكون الاستيك وكتكون زوينه، وهذا قلت علاش لا ما نجربهاش وما نديرهاش، ساعه مالوغوزمون ما صدقاش معايا. دونك رميت هذيك الورقه، مشيت شريت هذه الورقه هذو، مكتوبه فيها دي في دو بريك، فيها 10 ديال الوريقات ديال البريوات. فمشيت شريتها، قطعتها، هي كتجي على دواره، قطعتها مستطيلات، قطعتها في النص، وكل نص قطعته عاوتاني على جوج، وبديت كنطوي الورقه. فريمون صدقات حسن من الورقه اللي انا صوبت في الدار. معليش واخا ضربت تماره واخا كلشي، مي الحمد لله في التالي البريوات صدقوا زوينين. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طويت هذوك البريوات بدوك الورقه اللي شريت، طويتهم كاملين الحمد لله، واخا خداو معايا شويه ديال الوقت، ولكن سي با غاف، لوغو هو المهم، ان جاو زوينين صراحه. راجلي عجبوه المذاق جا زوين، اللوز معلك اكسيتيرا، والبريوات جاو كروستيونط، جاو فريمون غزالين بزاف. ففوالا طويت هذوك البريوات كاملين اللي كانوا عندي. من بعد فنتهم في العسل، ما درتهمش في الفيديو هذا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وعاد نوريكم الطريقه ديال العسل فاصون قلي، راه باين والعسل. المهم غادي نوريكم الشكل ديالهم النهائي في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. فريمون جاو غزالين غزالين غزالين، واخا الوقت ضاع عليهم بزاف وضربت تمارا عليهم بزاف، مي فينالمون جاو مزيونين، المذاق ديالهم جاو غزال. هنايا خديت اللوز سلقته وقليته وطحنته بحال هكا، هذا خليته للتزيين باش في التالي نزين به منين، غير وجدته زعما على اتساع باش منين نقليهم. كنت عوالا نقليهم هنايا في هذا الفيديو ونكمل الفيديو كلشي، ولكن بقاو ليا درتهم بالليل فريمون معطلين بالليل عاد باش ساليتهم بالطويان، فعجزت انني نقليهم عاوتاني في الليل وندير لهم العسل. قلت غادي نخليهم حتى الغدا ليه في الصباح ان شاء الله، وعاد غادي نقليهم. فكنت موجده هذاك اللوز باش غادي نزوقهم هكا باللوز مهرمش باش يبانوا راهما بريوات ديال اللوز. دونك فوالا الكبيدات، هذا هو الفيديو، غادي نحبسو هنايا. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى تكونوا تاخديتوا تجربه من الورقه اللي درت انا. صراحه الله شفت بزاف ديال البنات داروها وصدقات ليهم، داكشي علاش زعمت انني نديرها حتى انا في الدار، مي ما صدقاتش ماشي مشكل. المهم الانسان كيتعلم، يمكن المره الجايه غادي نقدر نعاود نديرها وغنولي نعاود نديرها ان شاء الله المره الجايه، مي خاصني نولي نعاود نتاكد مزيان مزيان من الطريقه ديال الطريقه، اسمحوا لي على صداع، من الطريقه ديال التحضير ديالهم.
ولا الكبدات. الفيديو هو هذا، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى تكونوا تخديتوا تجربة من الورقة. ما تنساوش تابونوا في القناة، تخليوا لي لايك وتعليق، ودعموني في القناة الكبدات. راني محتاجة للدعم ديالكم باش هاد القناة تطلع واحد شوية ويكتشفوها الناس واحد اخرين جداد. بهكا نكون وصلنا للتالي ديال الفيديو الكبدات. هلا وليا فراسكم، ونتلقى ان شاء الله في فيديو جاي. سلامة.